شنو اتحاد شباب ويعرف شنو الحزب. وقت اللي كان الشيخ التعيس راشد الغنوشي، وقت اللي كان كلب الدم علي العريض، وقت اللي كان هما منحنين في التسعينات عندما مرت العاصفة، قلنا نحن في التسعينات كان اتحاد الشباب وكان حزب العمال يقدم المئات والمناضلين قربانا للسجون. نحن السجون والحبوسات عمرها ما تخوفنا. البارح وزارة الداخلية تضرب بالرصاص الحي وتوقف الناس في بوزيد، وقفت رفاقنا من يوم 5 من ليلة 5 اوت مختطفين الرفيق محمود محمد علي ثويب وهو من وراء القثمان. قبل كنا نقول عليها القثمان نوفمبرية، وتو لينا نقول عليها القثمان النهضوية، لأن نحن احترفنا المعارك داخل السجون وداخل الزنزانات. احترفنا المعارك، لو كانوا يشنقونا على طريقة الثورة الإيرانية ما زالت عندنا الأصوات، ما زلنا باش ناخذوا في اتحاد الشغل باش تلقونا، في الجامعة باش تلقونا، في الأحياء الشعبية باش تلقونا، في الحومة نتاع الشعب باش تلقونا، في الريف تلقونا، وفي المدينة باش تلقونا. سنبقى الشوكة في حلق هذه السلطة وهذه الحكومة العاملة، حكومة الشيخ موسى وحكومة قطر وحكومة بني خرفان آل سعود. نحن نقول لكم سننتظر محاكمة محمد علي ثويب فيما بعد، تو نتحدثوا ولو دشدشتم قصر العدالة بوزارة الداخلية الكل بجميع عددها، نحن مناش متحركين. يعني بشكل رسمي مناضلي حزب العمال ومناضلي اتحاد الشباب بمساندة رفيقنا محمد علي ذويب اللي تم إيقافه وتعذيبه منذ 5 أوت، ولأنه بالفعل يعني انتبهنا منذ أيام وخاصة بعد أحداث سيدي بوزيد أنه وزارة الداخلية وقوات الأمن مستهدفة مناضلي اتحاد الشباب، يعني هذه المنظمة الجماهيرية والفصيل الشبابي لحزب العمال ومستهدفة أيضا مناضلي الحزب. لذلك يعني تم إيقاف الرفيق محمد علي ذويب منذ 5 أوت ولم يعلن عنه يعني إلا يوم أمس، وقد تعرض إلى التعذيب يعني تعذيب وحش حسب يعني اتصال هاتفي مع والدته، يعني تم خلع كتفه 5 غرز في رأسه. أيضا في سيدي بوزيد يعني بعد الأحداث الكبيرة والاختيار اللي صار في سيدي بوزيد أمس تم إيقاف ما يقارب 8 من الحركة الشعبية اللي صارت في سيدي بوزيد، منهم 4 من مناضلي اتحاد شباب. يعني هذا يدل على شيء، يعني دل على استهداف لمناضلي اتحاد شباب ومناضلي الحزب. البارح كان فما تدخل لوالي سيدي بوزيد على المباشر في قناة التلفزيون، كان أشار بالإصبع على اتحاد شباب كمعناتها على أساس أنه يوقف وراء التحركات هذه ويحارب. بالنسبة لليوم حزب العمال أو اتحاد شباب فماشي موقف رسمي فيما يتعلق بالتصريح هذا؟ أولا هذا دليل آخر على استهداف الحكومة ومؤسسات الدولة لاتحاد الشباب والحزب العمال، لأنه يعني بصريح العبارة لأنه يعرفوا قيمة الحزب هذا ويعرفوا مدى قدرة الحزب هذا على التأثير في الحركة الشعبي. طبعا القيادة الوطنية ليلة البارحة خرجت يعني موقف رسمي من هذه الاتهامات اللا أخلاقية اللي صدرت عن 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 والي الجهة، ونعتبروها يعني كلام خشبي ما عنده حتى علاقة بمطالب نتاع أبناء شعب سيدي بوزيد الكوليكا. يعني هو يعني تم تحديد مناضلي اتحاد الشباب، مناضلي اتحاد الشباب يعني طبعا شاركوا في مسيرة يوم صلهم الشرف انهم شاركوا، لكن هو حدث في الحقيقة نتاع ولاية كاملة نتاع تنمية نتاع مطالب شعبية وليس نتاع مناضلي اتحاد الشباب. احنا ديما غاديين، لا في هذه احنا
شعبيه، احنا في معهد معاديه.